الرحمن الرحيم. الفيديو اللي احنا هنقوله النهاردة او اللي احنا هنتكلم فيه النهاردة هو للأسف مش فيديو شرح زي ما انتم متعودين، هو فيديو حفلة. والحفلة المرة دي على واحد كنت المفروض ان انا اعرفه من حوالي 20 سنة، وللأسف ان انا اعمل عليه حفلة بس اللي هو اللي غلط. هو حكيم ابو غزالة، طبعا ده اسم الشهرة، لكن هو اسمه محمد عبد الحكيم محمد حسن. حكيم ابو غزالة ده اسم الشهرة اللي هو معروف بيه. حكيم انا اعرفه من زمان، ممكن هنتكلم في خلال الفيديو انا اعرفه من امتى وتعرفت عليه ازاي. حكيم بالصدفة شفت فيديو لي بيشرح ثرموستات الثلاث طرف. الفيديو بيشرحه غلط، هقول زي ما قلت له هو طالع بيتريق، في العملي هو شرحه صح، في النظري شرحه غلط. فدخلت وكلمت معاه بحكم الصداقة أو بحكم الأخوية اللي أنا كنت أظنها، دخلت أنصحه لله، وده كان الحديث اللي كان ما بيننا. واضح كده الكلام؟ قلت له السلام عليكم، بخصوص الفيديو الخاص بالثرموستات يوجد به بعض الأخطاء في الشرح النظري، أرجو مراجعة الفيديو وتصحيحه، أخوك المهندس عبد اللطيف. ورحت بعت له لينك الفيديو بتاعه. هو راح رد عليا مشكورا في رسالة، طبعا أنا مش هنفع أحط أشغل الرسالة بتاعته لأن ممكن ساعتها يقاضيني، فأنا هقول المحتوى وده حقي، فالرد من حقي. رد عليا وقال لي طب أخويا وعزيزي وقعد يدعي لي ربنا يبارك لي يعني، وراح قال لي حدد لي النقطة اللي موجودة فين بالظبط وأنا ما عنديش مشكلة أصححها. طبعا أنا شايف إن الفيديو كله غلط، الفيديو انا شايفه ان واحد ما يفهمش تبريد، واحد ورشجي لكن كان يتعلم علم لا. فردت عليه بكل ادب، يا حكيم احنا اخوات ومعرفه من حوالي 15 سنه واكتر، وانت صنايعي شاطر، انا ما قلتش ان شرحك العملي غلط، ان هو كان في الفيديو في الفويس اللي كان بيقول انا عامله عملي واعمله عملي وشوف. قلت له انا ما قلتش ان شرحك العملي غلط، انا قلت شرحك النظري غلط. حتى في واحد معلق على الفيديو، على القناه بتاعته وبيقول ملاحظات، اسمع الفيديو بتاعي وهتعرف. وللعلم انا مش بتصيد اخطاء، انا بنصحك لله، لان في ناس كتير بتسمعك وانا مش بسمع فيديوهاتك، لان اللي بتقوله في الغسالات والتبريد انا عارفه، اما شغل الغاز فانا ما بشتغلش فيه. اسمع ونتناقش بعدين. لما حسيت منه ان الكلام ممكن ياخد سكه مش كويسة او هو خد الموضوع بطريقة مش كويسة، انا بقيت قفلت معاه ورحت باعت له لينك الفيديو بتاعي اللي انا شارح فيه الثرموستات الثلاث طرف. راح بعت فويس تاني وراح قايل نصا كده ان هو بيقول ان انا الفيديو بتاعه صح والناس عملوه عملي وهو عمله عملي، لو انت شايف ان انت في حاجة غلط اصور له فيديو بالتوصيلة اللي هو عاملها وبالكلام اللي هو عامله واشوف التلاجة هتشتغل او لا. طبعا انا برضو على الكلام اللي انا قلته، هو التوصيل العملي صح لكن الشرح النظري غلط. فرحت رديت عليه وقلت له يا حكيم هقول لك تاني، انت صنايعي شاطر والتوصيلة العملية انت عاملها صح واي حد هيمشي عليها هتشتغل، لكن خلافي معاك في شرح الجزء النظري والاختبار، وقلت لك اسمع الفيديو بتاعي هتعرف الغلط عندك فين. وطبعا ده براحتك انت تاخد بالنصيحة لله او تعتبر اني كلمتك عشان اسلم عليك وبس. راح رادد عليا بفويس زعلان ان انا بقول عليه صنايعي شاطر، وبيقول نصا كده اهو ان الراجل البصمجي او المهندس اللي لسه متخرج هو ده الصنايعي، لكن هو خبير فني. يعني مش عاجبه بيقول لك قال بالظبط كده، البصمجي واللي ما بيعرفش يقرا ويكتب والمهندس اللي لسه متخرج هم دول الصنايعي. شوف حط المهندس مع البصمجي مع اللي بيدوك بيعرف يقرا ويكتب، هم دول اللي حطهم وبيقول عليهم صنايعيه. هو مع احترامي هقف هنا بس حته صغيره، هو انا لما قلت عليك صنايعي لو انت حاطط نفسك تبع البصمجي واللي ما بيعرفش يقرا ويكتب وانت دخلت دول صنايعيه فانت صنايعي،
ما هو كراسه التبريد اللي اتعمل عليك حفله مش هقول من مين قبل كده، ده ما كانش كلام، ما كانش كلامي، ده كان انت اللي كنت كاتبه كراسه تبريد. ومش هجيب لك باقي التعليقات اللي فيها كلام كتير غلط، بس هخش في الفيديو عشان الناس تستفيد. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على خير خلق الله صلى الله عليه وسلم. النبي ردا على في شخص طلع جاب في سيرتي. طبعا هو الكلام اللي حصل بالنص، الكلام ده اللي انا لما المحادثة بيني وبينه كانت في 3/8/22. الفيديو اللي هو عمله ده كان في 8/8/22، يعني بعد الفيديو او بعد المحادثة اللي بيني وبينه بخمس ايام. والكلام ده حصل بناء ان انا اليوم ده بالليل على بعد العشاء كده انا عامل جروب على الواتس لبعض المتدربين او الناس المتدربين معايا، فانا لما لقيت كام غلط لحكيم ابو غزالة علمي، فحبيت انبه الجروب عندي. الجروب ده فيه حوالي 150 واحد على الواتس. حد منهم راح بلغه، لان انا قلت له يا جماعه خدوا بالكم عشان في اخطاء في فيديوهات حكيم ابو غزاله. الكلام موجود على الشات، ما تعداش ان خدوا بالكم من الكلام. حد من الجروب اللي عندي عارفه فراح مبلغه، لان انا قلت يا جماعه انا ان شاء الله لما افضى بس شوفوا لو اي حد عنده شاف فيديوهات لحكيم غلط يبلغني عشان انا ناوي اصحح الاخطاء دي. ده اللي انا قلته. وبعد كده هو طلع على صفحه ابو زياد اللي انا معمول منها حظر، وراح شيره من الصفحه على صفحته الشخصيه. الكلام ده الساعه كام؟ الساعه 3 الفجر. الساعه 9 الصبح مسح الفيديو. بس حبايبي راحوا ايه؟ راحوا عاملين لي الفيديو ونسخل لي كل التعليقات. طبعا الموضوع دخل في ناحية قضائية، فأي حد عايز يرد علمي أهلا وسهلا، أي حد هيخش ويغلط في محضر قائم بالصفحة، بصفحته الشخصية، بالجروب، بأي حاجة هتنزل هيكون فيها رد قانوني. أنا مش هخش واغلط في حد. نبتدي بقى في الكلام اللي هو قاله. جاب في سيرتي تمام بفضل الله عز وجل. اول حاجه حكيم ابو غزاله خبير فني مش فاضي للرد، ولكن تمام الشكر واجب لاخويا وحبيبي ابو زياد. طبعا ابو زياد ملوش اي صله في اي كلام غير ان هو عايز يرمي ويطبل للناس بس، يعني ماشي، ويطبل للناس اللي هم كان في بيني وبينهم مشاكل قبل كده. تمام اللي طلع رد غبتي. طبعا بيقول ان ابو زياد رد غبته، مفيش اي حوار من بعد المشكله بيني وبين ابو زياد في اي حاجه، هو عامل لي حظر من جروبه ومن صفحته الشخصيه، ولا انا بشوف حاجه من عنده ولا هو بيشوف حاجه من عندي، وخلاص الموضوع بيني وابو زياد خلص. الف شكر يا ابو زياد انت وكل الناس الطيبه. يا عم الحمار ابو رصين. طبعا هو الموضوع دخل في القضاء، كل كلمه سب وقصف معمول بيها جوه المحضر، ما اتعمل تفريغ للفيديو. طبعا انا في اخر الفيديو هقول ايه اللي يرضيني، او هقول الموضوع وصل قانونا لغايه فين، بس كل الكلام ده اتعمل بيه محضر. وكون ان هو ما جاتلوش الجرأه ان يقول اسمي صراحه، المهندس عبد اللطيف مصطفى عبد اللطيف ده اسمي الحقيقي، مش زيك بقول اسم شهره. كون ان هو ما قالش اسمي صراحه، لو هو فاكر ان الموضوع ده هيجيبوا براءة، فأنا هطلب اليمين الحاسمة، وفي اليمين الحاسمة هو هيجي يقول والله أنا كنت أقصد فلان، لا والله أنا كنت أقصد واحد تاني عامل كتب وعامل في المعادي وبيدي كورسات ويحكي الكلام اللي هو قاله. تمام أنا مش فضيلك. شوف أنا بقول لك إيه، أنت حمار برصين، أنت تمام لا شغل ولا مشغلة، بالله العلي العظيم أنا ما فضيلك. يطلع يقول لك الترموستات تمام علق لي وبعت لي عندي، يقول لي الترمستات عملي شرحك صح، اصل لو انت بترسم تمام في حته كده جت غلط. طب يا ابني الغلط ده في انهي دقيقه؟ مش عارف. طب يا ابني بعته لي تمام، يقول لي بتفرج انت على الفيديو، اتفرجت على الفيديو مره واثنين وعشا، فين يا ابني الغلط؟ تمام يا ابني ده احنا عاملينه عملي، يا ابني ده بندرسه. تعالى كده اما اقول لك على حاجه. مبدئيا انا ما اعترضتش لا في الحوار الخاص
ولا في الحوار العام ولا دلوقتي ان هو التوصيلة اللي قالها عملي صح، لكن هو حكيم ابو غزالة، اسف ان قلت عليه صنايعي شاطر، هو حافظ ومش فاهم، وكل كلمة انا بقولها اتحاسب عليها قانونا، وبيني وبينه ان هو يروح يعمل لي محضر وانا هطلب خبير مهندس خبير ما بيني وما بينه فنيا. قرك بنفسك، صليت على حبيب النبي ولا لسه؟ صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. حكيم ابو غزاله عمل معاك الصح ابتغاء وجه الله الكريم. لما انا كنت مدير الفرع في مدينه نصر وانت كنت بتيجي تتنطط عندي عامل زي القرد الاوستيري، تمام؟ وخدت من عندي كتالوجات الشركه، تمام؟ وانا فتحت لك الباب لوجه الله الكريم ان انت تاكل عيش. هقف هنا عشان ارد. اول حاجه اللي عرفني على حكيم ابو غزاله الراجل الخلوق استاذ وفي، هو ده اللي كان شغال في يونيفرسال وعرفني على حكيم ابو غزاله، ومش حكيم ابو غزاله اللي اداني الكتالوجات او الحاجه اللي انا حطيتها في كتاب تشغيل واشارات اعطار الغسالات الديجيتال، لكن للامانه هو مشكورا عرفني على مهندس تاني راجل في قمة الاحترام، هو المهندس ده اللي اداني كل الحاجات الخاصة بيونيفرسال اللي انا منزلها في الكتاب. اما عن الكلام اللي هو بيقول ان انا بنسب الحاجة لنفسي، في اي كتاب انا منزله من الخمس كتب بتوعي في صفحة ورا حاجة كده اسمها المراجع العلمية، انا ما نسبتش اي دايرة او اي حاجة نسبتها لنفسي، واي حد هيقرا المقدمه اللي موجوده في الخمس كتب بتوعي لو انا خدت من واحد صفحه ذاكر اسمه ان الحاجه بتاعت فلان الفلاني موجوده من المهندس فلان او من الفني فلان، او حتى الطلبه لما كنت بعمل الجزء الاول من كتاب دوائر التكييف وكان معايا مجموعه من الطلبه كانت بتساعدني حاطط اساميهم، كانوا طلبه هندسه، الكلام ده يعني من قرابه 15 16 سنه. فانا حته ان انا بنسب الحاجه لنفسي ده كده. نرجع للفيديو. هو بس وين تقدر تقول لي انت دلوقتي استفدت ايه؟ عارف الحمار اللي بيشيل قفه فلاشات؟ عارف الحمار اللي شايل قفه كتب لا يفقه فيها شيء؟ قول لي كده الكتاب اللي انت عملته ده كان مجهودك ولا مجهود شركات؟ انت جبت يا ابني كتالوجات الشركات وسرقتها وطبعتها، ده الكتاب الاولاني. انا بفكرك فاكر شركه كريازي لما رفعت عليك قضيه ب 2 مليون جنيه؟ طبعا ده خلط للكلام، ان شركه كريازي ما رفعتش عليا ولا كنت طرف في القضيه. القضيه حصلت لما مهندس وجيه عمل كتاب كريازي، وشركه كريازي كتاب واضح، وشركه كريازي رفعت قضيه على مهندس وجيه وعلى معهد السلزيان، والقضيه خدت براءه لان هو شركه ليها حساسيات كتيره قوي، وكان مهندس وجيه ما كانش فيه اي هربان ولا حاجه. الشركه لما اتعمل كتاب رفعت قضيه، والقضيه خسروها لان ده علم، والشركه ما لهاش انها تقاضي حد. عشان بس نكمل بقى الكذب اللي هو بيقوله. وكنت بتتنطط وهربان ولا انت؟ انا مش طرف في الموضوع علشان خاطر ابقى هربان، وطبعا كل حاجه غلط فيها موجوده في المحضر سب وقصف وعليه انه يثبتها. ناسي افكرك مش عايزك تجرح في حكيم ابو غزاله عشان تاريخك الاسود عندي انا، خليك كده زي ما انت. لو انت راجل تمام هات جون على اخر الفيديو هجيب فيك هاتريك مش جون واحد. شوف انا بقول لك ايه، لو انت راجل هات جون، والله ما هتجيب جون. عارف ليه؟ انت زيك زي اللي واقف بيتفرج على الماتش يقول لك ايه يا سلام لو كان جاي كده كان جاب الجون. انت يا ابني ما نزلتش الصنعه ولا تعرف حاجه فيها. الكتاب التاني اللي انت طبعته في التكييفات ده كان شغلك انت ولا شغل الشركات؟ فهمني، ده تعبك ولا تعب الشركات؟ تمام؟ كتالوج مين يا ابني؟ يا ابني يا حبيبي انت بتكلم مدرسه، عارف يعني ايه مدرسه؟ بفضل الله عز وجل، عارف لما تيجي تمسك غلط على حكيم ابو غزاله؟ ده فضل من الله عز وجل، لان مفيش حد كامل، بس هو السؤال فين الغلط؟ فين الغلط؟
هنا عند الدقيقة 3:45 عشان أقول له فين الغلط. 3:45 هو عامل فيديوهين، شفت فيديوهين ليه بيتكلم عن الثرموستات الثلاثة طرف. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على خير خلق الله. بسم الله الرحمن الرحيم. لوجه الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم. كم وضعية؟ ثلاث وضعية. هنشوف هنا. عندي هنا الكلام تبارك الله عز وجل كده. اللي هو بيشرحه عن الثرموستات الثلاث طرف اللي هو غلط. تاني هقول عملي صح لكن نظري قل هو مش فاهم يعني ايه الثرموستات الثلاث طرف. ثلاث خانات اهو. ستة، ادي الستة باينة اهي. وادي الأربعة وادي الثلاثة. ده كده اسمه ترموستات. ترموستات ثلاجة ثلاث أطراف. الترموستات ده ليه ثلاث وضعيات. الترموستات ليه كم وضعية؟ ثلاث وضعيات. لازم نعرف أثناء ما الترموستات في وضع الإيقاف، في وضع الفصل، في وضع التسخين. أقول تاني ولا كده كفاية؟ كده إن شاء الله عز وجل أبدأ بالقلم الأسود عشان إن شاء الله يبقى إن شاء الله خير. بصوا كده معايا، ده الترموستات أهوت إن شاء الله عز وجل. تمام، تسعدني وتشرفني إن أنت تتصل بيا، بس تاخد مني دقيقة واحدة بس بالله عليك. تمام، عشان إن شاء الله عز وجل أجاوب على غيرك وغيرك. رقم التليفون 010183. آدي الورقة دي كده. تمام، نكهنها ونجيب الورقة الجديدة أهيت. تمام، آدي الترموستات أهو. بتكلم على ترموستات التلاجة التلاتة ايه؟ تلات اطراف. ادي عندي الاربعة وادي الستة وادي التلاتة ان شاء الله عز وجل اهو. عشان الترموستات بتاع الديب فريزر زيه بالظبط بنفس الارقام، بس الفكرة بتختلف. ترموستات حضرتك اثناء ما يكون في وضع الايقاف، وضع ايه؟ ان الترموستات فاصل. لما يكون عندي الترموستات في وضع ايه؟ ده الوضع الاول اهو. ده كده الوضع ايه؟ الاول اهو. بسم الله الرحمن الرحيم. بص بقى الترموستات من جوه الحركه الميكانيكيه بتاعته. ماشي؟ ادي عندي هنا كده اهو. بسم الله الرحمن الرحيم. ادي كده ابلاتين وهنا ابلاتين وهنا ابلاتين او كونتاكت، تسميه زي ما تسميه. ادي طرف وادي طرف وادي طرف. بص يا سيدي الناس كده، ان شاء الله عز وجل الوضع الاولاني وضع الايقاف. اللي هو وضع ايه؟ صفر. انت جايب الاوكر على صفر. اللي هيقرا معاك بص معايا كده، رقم هنركب ادي الاربعه وادي السته وادي الثلاثه. الوضع الاولاني وضع ايقاف. اللي هيقرا معايا تمام رقم اربعه ورقم كام؟ ورقم ثلاثه بس. يبقى الوضع الاولاني وضع ايه؟ تمام، اللي هو وضع الصفر. الاوكر تمام اهي، الاوكر الاوكر على وضع ايه؟ صفر. على وضع الصفر. ماشي؟ لما تكون الاوكر على وضع الصفر هيشتغل معايا، بس يقرا معايا رقم ثلاثة مع رقم أربعة. طيب، إيه اللي أنا استفدته من القصة دي؟ إن أنا أطلع الطرف المشترك. أطلع إيه؟ الطرف المشترك. الطرف المشترك هو مبدئيا طرف ستة، مش طرف مشترك، هو طرف رئيسي، عشان في فرق ما بين كلمة طرف مشترك وبين طرف رئيسي، وانا هصلح الكلام ده. اللي ما قراش معايا اللي هو يبقى رقم كام؟ رقم ستة. يبقى انا دلوقتي استفدت من الوضع ده ان انا اجيب الاوكر على وضع الصفر، اللي هيقرا معايا هيكون ايه؟ رقم اربعة وتلاتة. تمام؟ يبقى رقم ستة تمام؟ رقم ستة هيكون هو ايه؟ دوت الطرف المشترك. يبقى رقم ستة ده هيبقى الرقم ايه؟ يبقى انا دلوقتي عرفت من القصة دي اطلع الرقم ايه؟ المشترك. اطلعني بالموبايل فوق، هات التصوير من فوق كده شوية. تمام؟ يبقى دلوقتي بمشيئة الله عز وجل بتكلم على ترموستات الثلاجة الثلاثة طرف. لما هتجيب الأوكرة على وضع الصفر، على وضع ايه؟ الصفر. اللي هيشتغل معاك ايه؟ هيقرا معاك رقم أربعة ورقم ثلاثة بس، رقم ستة مش هيقرا مع حد خالص. ده كده الوضع الأولاني، ده كده ايه؟ الوضع ايه؟ الاولاني. في بقى الوضع الثاني. ماشي؟ هات لي يا ابني تصوير كده للورقه دي من فوق كده خالص. ها؟ عايزها تبقى باينه.
كده بمشيئة الله عز وجل. دي الورقة رقم واحد، الوضع الأولاني. يلا نخش على الوضع رقم اتنين. بسم الله الرحمن الرحيم. الوضع رقم كام؟ اتنين أهو. الوضع رقم اتنين دوت اللي هو وضع إيه بقى؟ التبريد. وضع إيه؟ التبريد. ماشي؟ يلا على بركة بسم الله الرحمن الرحيم. أرسم تاني الترموستات أهو. عندي هنا رقم 4 وهنا رقم 6 وهنا رقم كام؟ 3. واضح حد التصوير ده؟ واضح ان شاء الله. بصوا بقى معايا كده، رقم 6 اهي، دي رقم 6 كده اهو، في هنا ابلاتين تمام، وهنا كده برضك ابلاتين اهو. ماشي؟ اثناء وضع التبريد تمام، رقم 6 تلحم مع رقم كام؟ مع رقم 4 اهو. ماشي؟ يبقى اثناء وضع التبريد يبقى الطرف ده كده طلعته انا في الوضع الاولاني ان ده الطرف المشترك، يبقى الطرف ده هياخد ايه؟ هياخد ايه؟ كهرباء. هياخد ايه؟ كهرباء. اما رقم 4 ده فهينزل للكباس، هينزل لمين؟ ده كده الوضع تمام بتاع ايه؟ اهو ده وضع التبريد. يبقى اثناء ما الثلاجه شغاله وضع التبريد تمام، يبقى رقم 6 اللي انا طلعتها في الورقه الاولى هتاخد كهرباء، ورقم 4 الكباس، رقم 3 تمام السخان. طيب نرسم بقى الوضع رقم 3 اللي هو وضع التسخين. وضع رقم 3 وضع ايه؟ وضع التسخين. يلا على بركه بسم الله الرحمن الرحيم. نخش على ايه؟ تمام رقم 3 تمام، الهيتر وبين قوسين السخان. ادي الترموستات اهو. ادي ابلاتين وادي ابلاتين وادي ابلاتين. هنا عندي كده تبارك الله عز وجل، ادي كده 4 6 3 ماشي؟ عندي هنا كده بمشيئة الله عز وجل تمام؟ الوضعية بقى هنا رقم ده الوضع ده اللي هدف السخان، الوضع ده وضع ايه؟ وضع السخان. يبقى الثلاجة دلوقتي هتسخن، فلما تيجي تسخن تفصل الريشة اللي كانت واصلة لرقم كام؟ لرقم كام؟ 6. طيب يبقى من 6 ل 4 فاصلة، شفتها فاصلة ازاي؟ اهي. وتوصل بقى معايا هنا، وتوصل ايه معايا هنا؟ من 6 ل 3، من 6 لايه؟ خد بالك من الكلام اللي قاله، ان في وضع التبريد 6 و 4 هم اللي موصلين. وهيعيد تاني ويقول لك ان 6 و 3 فاصلين، وفي وضع السخان 6 و 4 فصلوا ووصل 6 و 3. ليه 3؟ خلي بالك وصل 6 و 3. كده تمام. قول تاني. بسم الله. بص معايا. هنا ده رقم 4، ده رقم كام؟ 4. دي رقم 6، دي رقم 3. أثناء ما التلاجة في وضع التسخين، أثناء التلاجة في وضع إيه؟ في وضع التسخين، تفصل الأبلاتين، يفصل الأبلاتين من 6 تمام ل 4. نرجع للوضع رقم 2، كانت الريشة رقم 6 موصلة مع الرقم كام؟ 4. مع رقم، اطلع يا ابني فوق شوية هات التصوير. أهي، ده الوضع رقم 2، كانت 6 موصلة مع 2 فالكباس شغال. صليتوا على الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم. ده الوضع رقم كام؟ 2. طيب دلوقتي التلاجة حققت درجة خلاص فصلت. ماشي، ما دام فصلت التلاجة يبقى تسيح. فيصبح معايا 6 موصلة برقم كام؟ 3. برقم 3، والريشة فاصلة على رقم كام يا عادل؟ على رقم 4. صليتوا على الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم. ده كده وضع إيه؟ وضع التسخين. ده وضع إيه؟ وضع التسخين. ماشي؟ طيب إزاي التلاجة بقى هتسخن؟ لأن السؤال ده بيحير كل الصناعية إلا من رحم ربي اللي بيفهم. ماشي؟ وأنا واجب عليا إن أنا أجيب لك الكوباية اللي فيها القهوة دي أحط لك فيها العلم وأسقه لك عشان تجيب الجنيه بحلاله. كده دلوقتي بمشيئة الله عز وجل أخد ده كده هنا أهو هيتر. ده هيتر أو سخان عشان إخواتي اللي بره مصر بيقولوا ما بنفهمش الكلام بتاعك، سخان أو هيتر. ماشي؟ أهو كده؟ مظبوط؟ هسيبها بقى في ورقة تانية.
ده وضع كام؟ رقم كام؟ رقم 3 وضع السخان. يبقى اسلام الثلاجه بتسخن تبقى الريشه رقم 6 فاصله من على الريشه رقم كام؟ 4 وموصل 6 برقم كام؟ برقم 3. يلا ناخد بقى تمام وضعيه تشغيل الهيتر عشان دوت اللي ايه بيحير الصناعيه. بصوا بقى معايا كده، هرسم انا الضفيره بقى بمشيئه الله عز وجل كامله. ماشي، اول ادي عندي حرف ال ال، ماشي، وادي حرف ال ال كده بمشيئه الله عز وجل. اهو عندي حرف ال ان ده اخد منه فرده كده، ادي الكباس تحت اهو، ادي اهو ادي الكباس اهو كده، سهله بمشيئه الله ديت ولا استاذ؟ بس ده 10 دقايق، معلش معايا حاجه اسمع منها. انا الترموستات عندي تمام، هتكلم دلوقتي على وضعيه التسخين. الثلاجه بتسخن، بص حضرتك معايا كده، ده رقم كام؟ ده رقم 6، ده رقم كام؟ 4، وده رقم 3. عندي الكهرباء هتنزل تمام، تنزل رقم كام؟ ها رقم 6. ادي الكهرباء تنزل اهي رقم 6 اهو كده، الكهرباء نزلت غزت كام يا عبد الرحمن؟ رقم 6. ماشي، طيب السخان بتاعي اهو، ده اللي هو الهيتر او السخان اهو. بص معايا بقى عشان الحته ديت عارفه الصناعيه قوي، ركز فيها عشان ده اكل عيش. رقم 3 اهو، رقم 3 عندي اهو، رقم 3 دلوقتي خد كهرباء صح كده. رقم 4 فاصل، احنا بنتكلم على وضعيه التسخين، الترموستات في وضع التسخين الرسمه كامله. بص بقى معايا كده، عندي ده هنا كده الاوفرلود، ماشي اهو لحد كده سهله. الفرده بتاعت الهيتر دي هتيجي منين كهربتها؟ هتيجي من على رقم 4، هتيجي من على رقم كام؟ 4. بص معايا كده اهو، شفتها؟ طب هنفهم بقى القصه دي ازاي؟ وده التوصيل العملي اللي انا قلت عليه، لو واحد مشي بالطريقه دي مش غلط. دلوقتي عندي الثلاجه في وضع تمام كده، الثلاجه في وضع ايه؟ السخان، في وضع التسخين كده. الثلاجه دلوقتي الثلاجه بتسخن، بتكلم على الترموستات الثلاثه طرف. بص معايا الكهرباء تمشي ازاي يا ابني، شفت حرف الان ماشيه كده الكهرباء اهي ماشي. هات يا عبد الرحمن عايزك تبين ده ماشيه كده اهي، اهي ماشيه اهي، ادي الكهرباء ماشيه اهي. تخش هنا في قلب الملف ده، هتخش فين؟ الملف ده يصبح عباره عن حته سلكه، يصبح عباره عن ايه؟ حته ايه؟ حته سلكه، ويقوم جاي ماشي يمر فين؟ في الاوفرلود، يمر فين؟ في الاوفرلود اهو، ويمشي تاني، يجي عند رقم 4، الكهرباء هنا دلوقتي فاصله من من 6 فاصله من على رقم كام؟ فالكهرباء تقوم جايه راجعه تاني ماشيه كده، ماشيه كده اهي، داخله في قلب الهيتر وطالعه، لان رقم 6 رقم ايه؟ 6 موصله مع رقم كام؟ مع رقم كام يا عبد الرحمن؟ موصله مع رقم 3، يبقى 6 موصله مع رقم كام؟ يبقى دلوقتي الهيتر ده جاله كهرباء من على الطرف كام؟ من على رقم 4، لان عندي 6 مش موصله لكام؟ 6 مش موصله ل 4، فمش هيحصل قفله، مش هيحصل ايه؟ قفله لحد هو لو 6 و4 وصلوا ببعض يحصل قفله؟ كده ده تمام كده اهو. اقول تاني ده كده الوضعيه دي وضعت ايه؟ الثلاجه وهي بتسخن، الثلاجه وهي ايه؟ ناخد بقى صوره تاني، الثلاجه وهي شغاله فيها الكباس. نركز بقى هنا. معلش لو ايوه، سؤال مهم من عادل. السؤال اللي هو الاستاذ عادل هو بيصور قال له لو نقلنا السلكة بتاعة 3 مكان رقم 4، هنسمع الرد وبعد كده هرد على كل الأخطاء اللي بتجيلي. طب بتاعت البيت شغال؟ حلو جدا السؤال بتاع عادل بيه ده، بيقول لك دلوقتي لو أنا وصلت رقم 3 مع مكان رقم 4، إيه اللي هيحصل؟ إيه اللي يحصل يا ريس؟ تفتكر كده؟ بص كده اللي
اسمع الرب. انت عكست انت عكست، لكن في حاجه تانية هتحصل غير ده خالص. بص كده معايا، ركز كده في الصوره. لو انا خدت رقم 6 هنا وحطيتها هنا، ايهما اكتر وقت بتقعد فيه الثلاجه شغاله، وقت التسخين ولا وضع التبريد؟ وضع التبريد صح كده؟ ركز بس، لو انا خدت الرقم 4 حطيته في رقم 3 تمام، يبقى الثلاجه دلوقتي هتشتغل على الوضعيه النهين، وضعيه التسخين صح؟ هتشتغل على وضعيه ايه؟ وضعيه التسخين. وبالتالي الكلام اللي هو بيقوله ان لو وصلنا 3 مكان 4. قال لك ده سؤال كبير وسؤال مهم. قال لك ان وضعيه 3 ده وضعيه الزمن القليل اللي هو الخاص بالتسخين، ووضعيه 4 هو الزمن الكبير الخاص بالكباس. اسمع بقى كمان بقى تحليله. عند التبريد، التبريد الزبون هيشتكي يقول لك وضع التبريد ضعيف، تشتغل ساعات قليله. يقول لك نص انا اهو من كلامه ان في وضع التبريد لو انت بدلت 6 مكان اسف 4 مكان 3 الزبون هيشتكي ان وضع التبريد او التبريد هيبقى ضعيف، بحيث ان الزمن اللي الكباس اشتغل فيه زمن صغير. ناكد على كلامه، لو انت قلبت دي مكان دي، ركز كده معايا، ان الوضع الطبيعي للترموستات تمام اللي هو ايه؟ تمام ان هي 6 موصله ب 4، لما تحقق الدرجه مثلا اللي هي 20 تحت الصفر يقوم جاي حضرتك الثلاجه فاصله. لما الثلاجه تفصل هتوصل دلوقتي رقم 6 برقم كام؟ برقم الكلام اللي هو بيقوله واللي هو حكيم ابو غزاله فاهمه، وده كان بيتقال زمان مع الصنايعيه او الورشجيه اللي هم مش فاهمين، اللي هم ما درسوش ان الثرموستات كونتاكتاتها من جوه بالوضع ده، ان ده رقم 6 ده الطرف المشترك كده موصل كباس، لما يفصل الكباس يوصل سخان. والكلام ده كلام جهل، واللي يقوله جاهل، ده ملوش دعوه خالص بالعلم. هكمل بس دي، انا عارف اني طولت عليكم، واقول الصح ايه. رقم 3 فيشتغل الهيتر ده معايا مثلا دقيقتين 3 دقائق، يقوم جاي البلد بتاع الترموستات يحس باختلاف درجات الحراره فينقل، ينقل تاني على وضع التبريد. طيب اما انقل انا بقى الريشه، لما انقلها ايه اللي هيحصل؟ ان الوضع الطبيعي بتاعي تمام ان الثلاجه بتبقى موصله 6 مع 4، انت اما تعكسها ساعات التشغيل للكباس هتبقى قليله خالص. لما هتقلب 6 4 مكان 3 ساعات التشغيل هتبقى للكباس هتبقى قليله خالص، ده كلامه. ناخد بقى وضعيه ثانيه. بسم الله الرحمن الرحيم. لا انا هوقف هنا ثانيه عشان ارد على الجهل ده. طبعا انا بقول عليه جهل، هو من حقه ان هو يقاضيني وانا ما عنديش مشكله، معايا اكتر من محامي وفضيل. فكره الثرموستات الثلاثه طرف هي فكره، اول حاجه ده وضع الكونتاكتات بتاعها. كونتاكت رقم 6 ده كونتاكت الاون والاوف، اما كونتاكت رقم 4 ده كونتاكت التبريد. الفكره كلها السخان لما بيتوصل بيتوصل على 3 و4، فكره الشورت الكهربي. مفيش حاجه اسمها ان الكباس كده مشترك واخد كهرباء، لا اما يوصل كباس لا اما يوصل سخان. الكلام ده كلام جهل. انت عندك في وضع التشغيل كل اطراف الثرموستات موصله، في حاله ان انت جيت الكباس فصل الكونتاكت الخاص بالتبريد فصل، ففي الحاله دي بقى فكره الشورت الكهربي اللي هو طرف الكهرباء دخل على الكونتاكت، دخل من 6 على 3 على السخان على 4. فعلا دلوقتي على حسب المقاومات وعلى حسب الكلام ده كله السخان اللي هيشتغل، مش هخش فيه عشان ما اطولش في الشرح. اللي عايز يرجع للشرح الصح عنده لا اما استاذ ايميل فتح الله لا اما الفيديو بتاعي اللي انا شرحه. في حاله ان انت جبت الثرموستات على وضع الزيرو الكونتاكت رقم 6 هو اللي بيفصل. الفكره في تشغيل السخان، هو بيقول لك ناس كتيره قوي فنيين بيكلموه ويقولوا له فكره السخان وفكره تشغيلها ومش عارفينها، هو ولا هو كمان عارفها. انت يا حكيم يا ابو غزاله او يا محمد عبد الحكيم محمد حسن، انت مش فاهم الثرموستات نظري،
مش فاهم التركيب بتاعه من جوه، انت حافظ وبتردد. اتعلمت في ورش، اتعلمت على ايدي الناس ربنا يديهم الصحة ويرحمه او يرحمهم، معرفش اتعلمت على ايدي مين، بس انت اتعلمت غلط، اتعلمت نظام ورش ما اتعلمتش نظام علم. فما تدعيش العلم. ماشي؟ هكمل. الثلاجة أثناء التبريد. أيوه. احنا بنتكلم عن وضع الثلاجة أثناء التبريد. ارفع إيدك يا تمام؟ أثناء وضع التبريد. ماشي كده؟ يبقى الثلاجة هنا أثناء إيه؟ وضع التبريد أهو. عندي كده والكهرباء دي هتخش فين عندي؟ على تمام؟ على الار رقم كام؟ على كده مش هيحلى، فانا هاخد ده كده اهو على رقم كام؟ على رقم يبقى 6 لحمه مع رقم كام؟ مع رقم كده. دلوقتي الثلاجه ايه؟ شغال. ناخد بقى وضعيه الهيتر. هو كده موصل ان 6 و4 موصل، لكن 3 فاصل، وده الكلام اللي هو بيشرحه في الفيديو كله. فالفيديو انا لما بعته له انا احتراما للعشره بيني وبينه اتكسفت ان انا اقول له ان الفيديو بتاعك بالكامل غلط. يعني الفيديو شغالين دلوقتي هو بقالنا 21 دقيقه، الفيديو حوالي نص ساعه، الفيديو بالكامل ما فيهوش معلومه، شرح نظري غلط. اللي قال لك علم غلطان. لو انت فاكر ان انت بتعلم الناس صح غلطان. وانا مش هقول دلوقتي مين الحمار ابو رصين. انت قلت عليا ان انا حمار براسين، انا مش هغلط، لاخلاقي ما تسمحش بكده وقانونا ما يسمحش بكده، لكن انا هعد شويه غلطات. انا محضر كده صفحه كل ما عيني يقف على فيديو ليك الاقي فيه غلطات، فانا هخلي الناس تحكم ان كل الاخطاء او كل الشتيمه اللي انت اشتمتها لي هي ترجع لمين. اسمع هي شغاله كمان، ادي الهيتر بتاعه. هوقف الفيديو ده خلاص. هو هنا بيقول وضع التبريد من 6 و3 فاصل، فهوقف الفيديو ده. وفي فيديو تاني هو بيشرح فيه السيرموستات الثلاثة طرف. قلت يمكن يعني ده كان هو كان تعبان، ما كانش مركز، ما كانش عامل في المكالمه اللي كانت بيني وبينه وفي الفويس اللي هو كان قايله، قال ان هو شارح السيرموستات في 6 فيديوهات. انا للاسف ما لقيتش غير فيديوهين بس، فدورت عليه ورحت جايب. بسم الله الرحمن الرحيم. تمام انا كده طب ظبطها هنا، هعدي الحته دي. انا عايز الحته اهو، هات التصوير اللي هو في المخ. اتكلم دلوقتي على ايه؟ الترمستات الثلاثة طرف. الكهرباء هنا عندي تمام، الكهرباء عندي بتخش على رقم 6. يلا نرسم الترمستات كده بسرعة تمام ونعرف بيشتغل ازاي. عندي الترمستات بيبقى رقم 6 ورقم 4 ورقم 3. ماشي؟ يبقى الترمستات عندي الترتيب بتاعه 3 4 6. هنفترض معايا ان انا الكهرباء معايا اهيت. ادي الكهرباء اهيت، ادي حرف ال N وادي حرف ال N. تمام؟ هاخد انا رقم 6 ده. رقم 6 ده بياخد معايا طرف كهرباء. يبقى رقم 6 ده بياخد ايه؟ رقم 6 في الترمستات بتاع الثلاجه الثلاثه طرف ده ثلاجه. ده ثلاجه. رقم 6 عندي هنا اللي هو في النص ده بياخد كهرباء، يبقى الترمستات الثلاثه طرف بتاع الثلاجه دخول الكهرباء عندي على رقم 6. يلا اهو بص معايا كده عشان ما تروحش مني بعيد. ادي حرف ال N اهوت وادي حرف ال N اهو. يبقى رقم 6 خد معايا كهرباء. طيب بسرعه كده ادي الكباسه عندي اهو. تمام على راس الكباسه اهي على الكومن. ورقم 3 و4 بياخد سخان، ادي السخان عندي اهو. بص معايا كده اهو. هات التصوير ده كده لو سمحت يا سما واعمل عليه زوم كده وقرب. شفت السخان؟ ادي السخان اهو.
تمام؟ انا همسح لك السخان واعمله لك بلون تاني تمام عشان تشوف. خليك معايا كده. ادي السخان اهو باللون الاحمر اهو. ده السخان. باينه في التصوير يا سامر الحته دي؟ طب السخان ده واصل عندي على رقم كام هنا؟ على رقم 3. ادي رقم 3 اهي. وهنا دي عندي رقم 4. فاديني عقلك ازاي السخان ده هيشتغل؟ الهيتر ده هيشتغل ازاي؟ الهيتر ده هيشتغل ازاي؟ كان هو الكهرباء ما مش واصله له اهو 4 و3 متر. تمام؟ تعالى افهمك حاجه مهمه جدا جدا جدا. تمام؟ انت لو معاك ازازتين ميه. انت معاك ايه؟ ازازتين ميه. وازازتين الميه دول بيتملوا تمام؟ من حنفيه واحده، يعني حنفيه واحده بتنزل ميه ايه؟ تمام؟ الازازتين اللي معايا، بس فيهم ازازتين، خلي بالكم ماشي؟ لكن انت لما تيجي تقيس السخان دوت، هوريه لك عملي، لما تيجي تقيس السخان ده هتلاقيه بيقيس معاك بالكيلو اوم. السخان ده هتلاقيه بيقيس معاك ايه؟ بالكيلو اوم. ماشي؟ طيب لما يقيس معايا بالكيلو اوم، الكهرباء دلوقتي التلاجه فصلت. انا عندي التلاجه دلوقتي فاصله. تمام؟ لما التلاجه تكون فاصله طبعا انا عندي دوت الطرف ده ماشي كده مغذي تمام الار اهو. ده حرف ال والان عندي. ماشي؟ ادي حرف ال دخل على الترموستات مباشره وحرف ال دخل. لما يكون عندي الترموستات فاصل، ترموستات التلاجه فصل تمام؟ يصبح الملف ده، شفت الملف ده هنا ملف اهو. الملف ده عبارة عن حتة سلكة. عبارة عن حتة ايه؟ سلكة. فالكهرباء تمشي كده، بص معايا الكهرباء تمشي ازاي؟ اهي. شفت الكهرباء ماشية ازاي؟ اهي الكهرباء ماشية اهي. طيب ماشية اهي. ماشية كده، تخش في قلب الملف تمشي كده. تمشي كده اهو، وتيجي هنا تاني اهو بص معايا كده، تمشي كده. اهي ماشية اهي الكهرباء. طبعا في كونتاكت عندي ان رقم 6 مع رقم 4 تمام عامل كونتاكت. رقم 6 رقم 6 مع رقم 4 موصل. شايف انت موصل ازاي؟ ورقم 6 مع 3 هو موصل كمان اهو. ادي كوبري اهو. لما جت الثلاجه تفصل، ركز معايا في الكلام ده. لما جت الثلاجه تفصل فصلت 6 عن 4 اهي. فصلت 6 عن 4 اهي. تمام اهي. شفت انت الحته دي اتفصلت. لان التلاجة دلوقتي حققت درجة وفصلت. فيصبح دلوقتي ان 6 من 4 الاتنين مفصولين. بس الكهرباء جت هنا، بص الكهرباء فين؟ جت هنا. تمشي تاني الكهرباء اهي. شايف الكهرباء؟ انت شايفها ماشية اهي. الكهرباء ماشية. شايفها ماشية ازاي اهي. تيجي هنا عند السخان. السخان اصلا ستة باربعة تاني. ويوصل 6 بايه؟ باربعة. عايزك تفهم اكتر. ده وضع تشغيل. طيب لما تيجي بقى الثلاجه تشتغل هيحصل ايه؟ يفصل الكونتاكت ده يفصل. ايوه الحته اللي كنت مستنيها. تاني كده اهو. تمام هيحصل ايه؟ يفصل الكونتاكت ده يفصل. شفت الكونتاكت ده يفصل ويوصل 6 ب 4 تاني. تاني في الفيديو بيشرح ان طرف الكهرباء هو 6 لا اما موصل مع الكباس لا اما موصل مع 3. تاني فيديو اهو للثرموستات برضه شرحه غلط. زي ما انتم شايفين الكلام ده علميا مش هكمل عشان كده طولت قوي معاكم. علميا غلط. لو 6 و3 فصل التلاجة بالكامل مش هتشتغل. اما عن الرد العبقري اللي هو او السؤال اللي الاستاذ عادل اللي كان ماسك التليفون ساله، ايه اللي يحصل لو مدينا 4 مكان 3 وهو حكيم اللي ما حصلش فني؟ ها بيقول نصا زي ما احنا كنا لسه قايلين ان التلاجه هتشتغل، العميل هيشتكي ان التبريد ضعيف والتلاجه هتشتغل زمن صغير في التبريد. بمعنى ايه؟ يعني هو نفس الوضع برضو اللي هو بتاع السخن. هو التلاجه مش هتفصل خالص لان لو انا حطيت الكباس على 3 ها الثرموستات في الاصل بتاعها ان 6 كونتاكت بتاع 6 ده كونتاكت يدوي. فلو هم حطوا لو فني غلط ووصل 4 مكان 3 التلاجه
مش هتفصل خالص، ملوش دعوه بالكلام اللي هو بيقوله ان الثلاجه هتفصل هتشتغل زمن صغير. ده انت مش فاهم اي حاجه تخص السيرموستات. انا كنت بتعامل معاك لما كنت واجيلك في يونيفرسال زي ما انت بتقول، ها كنت انا عارف انت فني غسالات، لكن وما اتناقشتش معاك وما كانش عندي وقت ان انا اقلب لك في الغسالات، لان انا اعتقادي ان انت فاهم. لكن في التبريد لا. في حته الفكره تاني ان السيرموستات لو حد بدل 3 مكان 4 ووصل 4 مكان 3، الثلاجه هتشتغل باستمرار حتى لو حققت تبريد والسيرموستات فصل، مش هيفصل الكباس والسخان مش هيشتغل، لان فكره تشغيل السخان هي فكره الشرط الكهربي. وهخرج من حته السيرموستات عشان كده انا طولت فيها قوي. الفيديو كده واخد قد ايه؟ كده 46 دقيقه. يا نهار ابيض. طب هاخد كده كام مقتطف لان انا هحضر حاجات كتير نتكلم في الفيديو في التكييف. عمل فيديو بيتكلم عن شرح ريلي التكييف، وده انا هحاول اخده دقيقتين. بسم الله والصلاه والسلام. ده فيديو بيتكلم عن شرح ريلي بكر وانتاج بيركب عليها المواتير. مش هجيب تفاصيل. هو قاعد سهل خالص. الفيديو مدته حوالي ساعه الا ثلث، نص ساعة، نص ساعة بالظبط بيشرح ريلي الفولت. تاني هقول توصيلته أو اللي يعملها عملي هتشتغل، لكن نظري غلط، راسم الريلي الفولت غلط. تمام. أدي عندي هنا كده أهو، هو ماسك الريلي الفولت في إيده، وعندي أربعة كده. تمام. أه تمام. طب أنا بس عايز انزل ملف هنا بيقول ان الملف ده اللي انا رسمه 1 و2، الكلام ده غلط، والكونتاكت 2 و5. الكلام ده هو مش فاهم الريلي الفولت ايه من جوه، لان الصح بتاعه تمام. طب دي التوصيله الصح، ان الملف 2 و5 والكونتاكت 1 و2. هو هقول تاني، هو صنايعي شاطر هيطلع يحل اعطال، ولكن ان هو يبقى فاهم القطعه اللي في ايده جواها ايه، لا مش فاهم. ومن حقك تقاضيني على ان انا بقول انك مش فاهم، ومحتفظ بفيديوهات كتير بس مفيش وقت. ادي اهو هرجع الفيديو عشان الوقت. اسمه ده هنا دوت ملف اهو. بص كده قاعد بيشرح. طبعا الكلام اللي بيشرحه كله ملوش دعوه بالواقع، هي التوصيله صح وحافظها عشان يشتغل بعد. انا ليه يعني في ملف ده. لو انا عايز ادخل الكونتاكتور ده اهو، شفت الكونتاكتور ده بعد هنشرح الكونتاكتور اللي هو دي اه تمام، وبعدين هتدخلها في هرجع للكونتاكتور دي. ده طرف قيس لكن البورده غالي، فده انا باخد الاشاره اللي جايه لي من البورده، الاشاره بتاعتها ضعيفه طبعا عشان اخرج منها بتبقى ضعيفة، فركب الكونتاكتور رقم 4 فاضي، مفيش حاجة شايفه؟ هنا هو فصل فصل الفيديو علشان يعملوا عملي، لما جه يوصلوا فك الريلي عملي اكتشفوا الغلط بتاعه، فبعد فيديو 30 دقيقة عرف، لما راح يشتغل عملي عرف ان الكلام اللي بيقوله غلط فراح مصححه. انت ما بتعملش بث مباشر، انت ما بتعملش حاجه على الهواء، انت ما معكش طلبه دلوقتي بتعمل عليهم. انا ممكن واحد اكون سمعت الفيديو بتاعك، فلما سمعته عدى خلاص انا فهمت الشرح، مش هستنى انك تقوم تعمل عملي واقوم انفذ، هعمل بلاوي. بعد نص ساعه من الشغل هيصحح الخطا بتاعه. اعمله قرب، اعمل زوم حق ماشي اهو في الريلي من جوه. بتقبص ملف طب ايه تمام، مفيش اي حاجه. بسم الله والصلاه والسلام على خير خلق الله، صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. بصوا يا شبابات الله عز وجل، لو في اي حد عايز يستفسر عن اي حاجه بمشيئه الله عز وجل يقدر يكلمني ماشي. يبقى بمشيئه الله تمام. ده يبقى ليه الفولتش.
والسلام على رسول الله صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. بصوا يا شباب معايا توضيحا بس على اثناء الرسم، تمام؟ احنا في خطا حصل، تمام؟ انا عندي الملف، تمام، ما بين 5 و2 وما بين 2 و1، تمام. الابد ينفع 7 28 دقيقه بشرح حاجات غلط؟ الفيديو مش على الهواء، مش بث مباشر. ما تمسح الفيديو واشرح من الاول. ما افتكرش بالغلط بتاعه غير لما جه يعمل عملي، غير لما فك الريلي الفولت وحب ان هو يعرف الحاجه بتاعته. بديل شرح بعد كده الكونتاكت اثنين وواحد لما مسكه في ايده وعلم اهو عندي اهو. بصوا ثبت الموتور بمشيئه الله. ده بيبقى عليه حافظه كده معايا كده، ده بيشرح الكونتاكت. بس انا هجري وصل انا ال 220 فولت عندي، تمام، اوتوماتيك كده. الفردتين دول بص بقى تفصيلهم جوه، اللي هم الفردتين دول اللي هياخدوا 220 هيقوم جايين لوحديهم عاملين لقطات الحافظه بتاعت الشاكوش. بص هيطلعوا كده، لما يطلع ده ويطلع ده كده في وجود وصول 220 هنا يحصل قفله. هتنقل الكهرباء بقى حضرتك من هنا لهنا. يعني هتقول كده، يعني انا دلوقتي لما تكون الكهرباء جايه من هنا وجايه من هنا، طبعا انا هقول تاني هو الكلام اللي هو بيقوله بالبق هو عملي صح، لكن الرسم بتاعه هو بيعرفش يرسم، ومش عيب انك تكون ما بتعرفش ترسم فتجهز رسومات من مصادر او الكلام ده خد تشرح عليها. لو واحد جه وعمل زي ما انت قلت كده وراح عامل شرط زي ما هو موجود من هنا وهنا، هيحصل قفله في الجهاز، لان دخل الكونتاكتور انت راسم الدخل هنا لكن عامل على الكونتاكتات عاملها غلط. هنهي الفيديو ده لان الاوقات الغلطات كتيره. بالصدفه امبارح وانا بقلب، ها انا كده جبت قناه حكيم عشان اشوف حاجه، في فيديو في الكورس اللي هو شغال فيه حاليا، كان تقريبا من كام يوم المحاضره بتاعته، اللي لفت نظري ان هو بيتكلم، كان فيه بيشرح القوانين. الفيديو من بره كان جايب القانون بتاع الكباستور اللي هو تحديد سعه الكباستور اللي هو 3135 في الامبير على الفولت. هو لما جه شرحه قايل نصا كده، طب هو عشان ما اخدشش في الوقت كتير، هو هنا لما بيشرح بيقول لك 3185 في الامبير على الفولت، وقال كده نصا هات 220 اديهم للكباستور وده كلام صح، وقيس الامبير وبعد كده اقسمه على 220 فولت. الكلام ده غلط، انت المفروض بتقيسه على، لازم توضح انت ادام انت بتدي معلومه الفني وهو انت حطيته 3185 على 220 في الامبير على الفولت، انت كده خليت ان الفني يجيب الامبير عن طريق ان هو يدي الكباستور الكهرباء مصدر كهرباء ويقيس. مفيش حاجه اسمها على 220 فولت، على مصدر الفولت اللي انت شحنت بيه الكباستور. لان بكل بساطه لو انا دلوقتي عندي الكهرباء اللي موجوده عندي 200 مش 220، الامبير هيختلف. مش هخش دلوقتي يعلى او يقطع، مش بتاعتي دلوقتي، انا شرحها في كورس التكييف عشان الوقت. فهتلاقي ان هو اداك قيمه امبير، لو انت اديتها ورحت قاسمها على 220 فولت قيمه الكباستور اللي هتطلع لك هتبقى غلط. نفس الكلام لو انت كان الكهرباء كانت عندك 180 او 190، في اماكن كتير بتبقى 190، وعملت رحت قاسم على 220 هتقول ان الكباستور بايظ رغم ان هو ممكن يبقى سليم. ونفس الكلام لو كان الفولت 240. سبق بقى وقت قد ايه دلوقتي؟ ده 55 دقيقة. لا 55 لسه في فيديوهات كتير. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. افكرك يبقى انت الكتاب الاولاني سرقة شركات. ماشي. شركة زانوسي ولا ناسي ايهاب؟ ايهاب بتاع زانوسي العبد حبيبي. انا ما اعرفش مين ايهاب اللي هو بيتكلم عليه. بس اي حد خدت منه حاجه فذاكر اسمه في المقدمه. تحياتي ليك يا عم ايهاب، لما خدت منه الكتالوجات وطبعتها عندك في الكتاب، وما جات لي انا هنا، تمام، في مدينه نصر يونيفرسال ولا ناسي واديتك، تمام،
الله العظيم يا حكيم يا ابو غزاله ما خدت منك كتالوجات يونيفرسال، تقدر انت تطلع قسم قدام قسم نتقابل بيه قدام ربنا ان انا خدت حاجه يونيفرسال منك؟ انت عرفتني على واحد مش هقول اسمه، اللي هو ساعتها هو اللي طلب قال ما تقولش اسمي عشان ما يبقاش فيها ضرر عليا. انت عرفتني على الشخص اللي اداني لك، هل تقدر تطلع زي ما انت بتقول وتحلف قسم قدام ربنا ان انا كتالوجات يونيفرسال خدتها منك؟ والله العظيم ما حصل. مفيش داعي ان انا تمام اطلع اكتر من كده. انت نازل لما شركه كنازي رفعت عليك قضيه وكنت هربان ولا ايه؟ عيد الكلام عيد الكلام. بس بالله عليك كنت جاي، يبقى نظرك حاجة انت بس تعرفها تمام. تعالى اما اقول لك عايز تحط في حكيم ابو غزاله، تعالى نظرنا عنها. لا انا ماليش في الخشب. تعالى كده عندي في القناه وقول انا هناظر حكيم ابو غزاله. بس بالله عليك كنت جاي، يبقى نظرك حاجة انت بس تعرفها. قول لي في حاجة واحدة بس، حاجة واحدة بس، طلعت كده صلحتها مرة، صلحت مرة ثلاجة، غسالة، لا صلحت مرة تكييف، صلحت إيه يا راجل ده؟ هرد على الحتة دي عشان ده أكتر من حد قالها من الشلة بتاعتهم. هو أنا مش محدث نعمة إن كل لما أطلع أشتغل في جهاز أروح متصور وأعمل زيهم. الأصل إن أنت طالع إن أنت تصلح. ما هو لو انت مش عارف ان انت طالع للجهاز ما بين ان انت هتصلحه او مش هتصلحه يبقى ما تطلعش. فحته الناس محسنين النعمه ان كل واحد يطلع جهاز يروح متصور باسطوانه فريون ولا يتصور على الجهاز ولا يتصور بيعمل ثلاجه ولا يقول لك عطل مش عارف ما حدش عارف يعمله قبل كده. اي واحد فاهم ربنا يفتح عليه ويعرف يصلح. فما فيش حته بالنسبه للحد اللي فاهم ان هو العطل اللي حير والكلام ده كله. زي ما انا بعمل في الكورسات عندي او اي واحد فاهم او اي واحد شغال الجهاز كله، انت فاهم كل قطعه فيه، فاهم نظريه التشغيل الكهرباء والميكانيكا ولو صرف او فاهم دايره الهواء، فاهم كل حاجه. فبالنسبه لك انت هتخاف من ايه؟ فين الاعطال؟ الاعطال الخبيثه اللي هم بيتكلموا عليها في بعض الاحيان بتبقى نوادر وبتبقى عن حاجه مثلا ما حدش ركز عليها قبل كده، معلومه جديده. لكن اي واحد فاهم طالع للجهاز طبيعي انه يصلحه. فين المشكله في كده؟ الناس اللي خدت عندك الدورات بتيجي عندي بتذم فيك. طبعا وهنا بيقول الناس اللي بتاخد عندي الدورات بتروح تذم فيه، بتذم فيا يعني عنده. يا ريت لو يعرفهم لي، مش من باب حاجه هقول لهم شكرا، انتوا شفتوا ان انا عندي حاجه غلط ما عنديش مشكله وتعالى صلحها لي. تكييفات مين يا ابو تكييفات ولا ثلاجات مين؟ جايب الثلاجه تمام محنطها تمام. فين يا ابني الشغل يا ابني؟ فين يا ابن الشغل؟ اشهد الله اللي فندي اللي ماسك التليفون ده ويمين بالله تمام مكمل عندي تقريبا 20 يوم وبفضل الله عز وجل ماسك 3 ورش. فني كمل عنده 20 يوم ماسك 3 ورش وبيقول لك شوف كميه التناقض، وبيقول لك وجاي عشان اكمل له. تناقض مش هعلق عليه. وانا جايبه النهارده تمام عشان اكمل معاه، ايه رايك؟ والله والله هو اللي ماسك التليفون ويشهد بالله على هذا الكلام. شغلنا عمل بفضل الله عز وجل. عارف القلب ده بيطلع من هنا على طول، انا ما بكتبش. عارف انت بتغلط؟ هقول بقى حته ده اهو، بقول لك انا ما بكتبش وكان بيتباهى ان هو ما بيكتبش، رغم ان اخر فيديوهين زي الفيديو اللي انا كنت شفت ليه في اوله هو ماسك ورق وعمال ابتدى يحضر. الكلام اللي كان بينتقدني عليه من 5 شهور لما عرف ان في حفله هتبقى موجوده عليه ابتدى يكتب، ورغم ان هو ابتدى يكتب برضه بيغلط. هنشوف بقى حته الحقد اللي هو بيتكلم فيها هنا اهو، ان انا ما بغلطش. القلب ده بيطلع من هنا على طول، انا ما بكتبش. عارف انت بتغلطش ليه؟ هقول لك انت بتغلطش ليه؟ لان انت ناسي الدوره اللي انت خدتها في الساحل. هو لو انا ما بغلطش عشان رحت خدت كورس مع مهندس ايميل ومهندس وجيه في 96 فده حاجه تميزني مش تعبني. انا خدت كورس وكل عارف ان انا كان بدايتي مع معهد السلزيان اني كنت طالب متدرب عند استاذ ايميل فتح الله واستاذ وجيه جرجس، وهما الناس دول اساتذتي وفوق دماغي. فكون ان انا اتعلمت في مكان محترم زي معهد السلزيان وتعلمت صح وشكلوا فكر صح وان انا ما بغلطش، فدي حاجه انا شايفها انها حاجه كويسه. نكمل حقده تمام. شبرا مصر نسيها ولا فاكرها؟ طبعا انت فاكرها تمام. اشتغلت عندهم كام سنه بقى؟ انت كنت شغال هناك؟ قول لي بقى كنت شغال ايه؟ كنت ماسك الموبايل بتصور يعني مثلا؟ الحمد لله
كل كتب الغسالات الخاصة بمعهد السلزيان ومع أستاذ وجيه الحمد لله لي الشرف إن كان اسمي موجود فيهم ولو في حتة صغيرة. كان لي الشرف إن أنا أبقى مساعد لمهندس وجيه جرجس ومهندس إيمان فتح الله ومهندس، ولغاية دلوقتي لي الشرف إن لو أستاذ وجيه جرجس احتاجني في حاجة أبقى مساعد تحت رجله. أستاذ إيمان فتح الله مهاجر أمريكا من 2013، ولو رجع ليا الشرف ان اروح اتعلم منه تاني. الناس دول مش علموني، الناس دول شكلوا فكري، الناس دول كانوا هم اللي عملوا تشكيل فكر للناس على مستوى الوطن العربي. انا كنت بتروح تصور لهم الورق يا ابني، الناس بتكلم واحد خبير فني بفضل الله عز وجل صلح غرف تبريد، صلح ثلاجات، صلح تكييفات، صلح ميكروويف، ما يشكرش في نفسه غير ابليس. سخنوا بوتاجاز يا ابني الناس، خليك في حالك، خليك في حالك. عارف لما حكيم ابو غزاله يخطا ده وارد، وارد يا بابا. عارف المؤسسات الكبرى، عارف شركات الموبايلات، عارف العربيات ذات نفسهم عندهم اخطاء. هجري كتبك موجوده، تعبك دوت، ده تعبك، رد عليا. لما انا اطلع اتنطط في الشركات اسرق الكتالوج بتاعه واطبعه. طبعا حته اسرق الكتالوجات دي هيتحاكم عليها قانونا. انا كتابي مش كاتب عليه تأليف، وحتة برضه هو قاعد يرغي في حتة الكتب والكلام ده. انا كل الكتب بتاعتي توثيق معلومة، لان هو زي ما هو كان تفضل وقال ان انا كنت مع معهد السلزيان وكنت مع مهندس وجيه ومهندس ايميل، فانا ولله الحمد شاركت في الكتب بتاعتهم ولو بمعلومة ولو بمساهمة صغيرة، فالحمد لله انا موجود معاهم. فمش من الوفاء او من العقل ان انا لما اجي اعمل كتب شرح بنفس الكلام اللي انا اتربيت عليه معاهم من 20-30 سنة، من 96 شوف كم سنة لغاية دلوقتي، حاجة و20 سنة، ماشي؟ فما ينفعش. فين يا ابني مجهودك؟ فين كتابك اللي انت عملته؟ فين؟ انا لو ألفت كتب بمشيئة الله عز وجل هنملى السوق علم؟ والله لو ألفت حاجة لتطلع كلها غلط، لان انت مش فاهم حاجة. بفضل الله مدرسة، عارف يعني ايه مدرسة؟ مدرسة حكيم ابو غزالة. فرجاء اشغل نفسك تمام، بس ما تفكرش في حكيم ابو غزالة، عشان لو فكرت هتتكعبل كتير قوي، وانت اصلا بالله فاشل. عارف يعني ايه؟ انت فاشل. شكرا. تمام، فين مجهودك؟ عارف اللي بيعمل رسالة دكتوراه، تعال اما اعلمك بقى، يجي يقول لك تمام العبقري. هو على فكره هو مدعي ان هو معاه ماجستير، لكن هو معهوش ماجستير. هو اللي قاله ان هو معاه حاجه اداره اعمال، ماشي، لكن هو مش معاه ماجستير، وهو ما درسش حاجه فنيه. فلان قال كذا، والمؤرخ الفلان قال كذا، والعلامه فلان قال كذا. عشان بس الفيديو طول قوي، 10 سنين تقول انا هناظر حكيم ابو غزاله على الهوا، تيجي عندي كده تمام، لان بفضل الله عز وجل لما تيجي تحك في حكيم ابو غزاله تعمل ايه؟ تقول انا هناظر حكيم ابو غزاله على الهوا، تيجي عندي كده يا بابا الملعب تمام، بفضل الله عز وجل. حتى اللي انت اصلا نزلته عندك تمام، جاي بتقول لي العملي صح. يا راجل يا راجل، لما نعمل الطبخه وتطلع الطبخه سكر زياده، نيجي نرسمها تمام، يجي القلم جاب خط زياده يا راجل. طبعا كل الناس بعد الفيديوهات اللي انا عملتها ولستة الفيديوهات اللي انا منزلها وفيها غلطات، ها، يبقى مش موضوع القلم، هو فكره في السرمستاد غلط، فكره في النواحي النظريه غلط. فهعدي بس عشان في حته عايز ارد عليه فيها. عيب عليك يا راجل، وحياه يمين الله عيب. عارف ليه؟ لان انت اصلا ما تعرفش تعمل تمام تفرد اي حاجه، ولا تفرد غساله ولا تفرد. حلفانك اللي انت قلته ان انا ما اعرفش اعمل ضفيره، هنقف قدام ربنا وهقتص منك في حلفانك. انا مش عندي يعني، مش هقول انا بعمل ايه ولا واحد تاني يسخن وروح ماس عامل ضفيره، الكلام ده هبل، انا اكبر منه. لكن حلفانك اللي انت قلته نقف قدام ربنا وهو يقتص منك. دلاله، ولا حتى اصلا في يوم من الايام مسكت بوري ولا لمبه، ولا تعرف حتى اصلا البوري ده بيشتغل ازاي. يا راجل عيب عليك. يا راجل لما تتعلم الصنعه فتعالى حك في عمك حكيم، تمام، ما تنساش الخبير الفني، ها؟ حكيم ابو غزاله ايه؟ الخبير الفني. تمام، اللي بفضل الله عز وجل تمام شغلتي تمام ان انا اعمر بيوت الناس.
عن شغلتي اعمر ايه بيوت الناس عشان الصلاه فضل الله بفضل الله عز وجل انت زودت عدد المشتركين عندي الحته اللي بتكلم فيها كنت بدعي لك ان ربنا يهديك بس ما تحط فيا اقول لك الله يشغلك بنفسك الاماره بالسوق وحسبي الله ونعم الوكيل بس عايز اقول لك على حاجه صدق انت زودت عدد المشتركين عندي دخلوا اتفرجوا عندي على القناه تمام وزادت في يوم وليله تمام الف مره اقسم بالله العظيم انت كذاب يا حكيم لان انا ده اول فيديو اتكلم فيه عنك ولو كان ان انا الجروب اللي انا اتكلمت عليه الخاص بيا هو ما يتعداش ال 150 واحد جروب الواتس فلو ال 150 دخلوا اشتركوا فمش هتقول ان 1000 واحد زادوا عندك ولو انت شايف ان انا يعني عايز تكذبني في اعدادات اليوتيوب تجيب كده اهو اليوم اللي هو من يوم 8 او من يوم 5 يا عم من يوم اللي احنا عملنا فيه اللي هو كان 3/8 ليوم 8/8 لخمس ايام لو انت قناتك اللي انت دي زادت 1000 يبقى انت كلامك صادق انت بتقول ان انا قلت الكلام ده بالليل انت عملت الفيديو على الساعه 3 مسحته على الساعه 6 لو انت في الوقت اللي انا المفروض ان انا يعني ان انت حاجه مهمه واتكلمت في حقك زاد 1000 اثبت لي وانا بقول لك والله العظيم يمين اتحاسب عليه انت كذاب هجري بس عشان عارف الوقت كده ايه رايك بقى 1000 مشترك في ليله واحده انا عايزك كل يوم تمام تتكلم عن حكيمه ابو غزاله وتنزل فيديوهات حكيمه ابو غزاله تمام كل موت بغيظكم ان شاء الله والله العظيم ما هتعمل حاجه ويمين بالله لو انت راجل بالشنبات تعالى ناظرني هو انا ما ينفعش انا ناظر واحد جاهل وتاني هقول لك لو انت شايف ان جاهل دي اساءة عندك محضر تروح تعمله في مباحث الانترنت في العباسية في كلية الشرطة القديمة ايه رأيك؟ لو انت ايه؟ اسمع تاني راجل بشنبات تعالى نظرني تمام؟ انت اقل من ان انا نظرك طيب هعمل كده ايقاف اعمل ايقاف مؤقت تروح تصلي كمل نكمل رحنا صلينا العصر الحمد لله نكمل انا نظرني في اللي انت تعرفه مش اللي انا اعرفه وما تنظرني تمام تعالى البقعة على دماغ الميت عمل يا باشا مش نظري تمام نظري ده تسرق فلاشة وتنزل عليها كتب معهد فلان الفلاني تمام يا راجل عيب يا راجل يا راجل عيب عليك يا راجل فين مجهودك انت انا بسالك كتابين ايه اللي انت طبعتهم وخلي بالك انت بعت لي النسخ دي لما كنت بتيجي تتنطط عندي في مدينه نصر هو ذوقيا لما هو عرفني على المهندس اللي هو اداني الحاجه لما انا رحت له رحت شكرته في يونيفرسال هناك في مدينه نصر شكرته واديته مجموعه من الكتب ده حاجه تقول ان انا انسان محترم بقدر الناس اللي هم ساعدوني وهفكره بحديث الرسول عليه الصلاه والسلام حتى لو انا كان كل اللي عملته هقول سرقت لكن انا حته سرقت دي نتكلم فيها قانوني هو انا دليت على الخير لان انا كل معلومه كاتبها وممكن في المقدمه وفي اخر ورقه قبل الفهرس في المراجع العلميه انا ما نسبتش اي حاجه ليا فالرسول عليه الصلاه والسلام قال الدال على الخير كفاعله والدال على الشر كفاعله فلو انا جمعت الداتا دي وبدل ما كان دواير الغسالات بتتباع بالشيء الفلاني بالدايرة ولما عملت كتاب 176 صفحة كل صفحة فيها دايرة أو فيها ديجرام أو فيها دايرة أو فيها إشارة أعطال أعتقد إن ده يعني أحتسبه عند ربنا أو علم ينتفع به أنت شايف إن أنا كل اللي عملته ده ما عملتوش أو ملوش أي لازمة اعمل زيه ده الكتب عندي خلي بالك فاحنا خدمناك يا ابني لوجه الله الكريم فهل جزاء الاحسان الا الاحسان؟ هي دي الايد اللي تمدد لك بالمعروف تعضها انت ما تصونش النعمه ولذلك ان شاء الله عز وجل ربنا هيزولها من وشك ما تقلقش عمليه وقت وانا اشهد الله بفضيلك اقسم بالله وانا اشهد الله اني فضيلك العلي العظيم انا ما فضيلك تمام انت فاضي تمام ومش لاقي حاجه تعملها تمام هو انا الكام شهر اللي فاتوا دول كنت انا مشغول ان كنت بعمل مؤسسة التقني الخيرية والحمد لله طلعت واتنشر رقم الحكومي بتاعها ورقم الاشهار بتاعها
انا ما بعملش حاجه غير لما تبقى موسطه، اقول بس حاجه صغيره كده هم انا مش زيك بتهرب. انت دلوقتي راجل، لما جيت انا اعمل مركز صيانه عامل اوراق، والكلام ده كان سنه 2000، وكنت رفعت الورق بتاعه قبل كده على النت. ممكن ترجع اي حد عايز يرجع لاوراق مركز الصيانه بتاعي، كان سنه 2000 في الوسائط في صفحه التقني. لما جيت عملت مركز تدريب، عملت بطاقه ضريبيه وسجل تجاري، وعملت شراكه مع نقابه المهندسين في اسماعيليه، وكل الكلام الحمد لله الناس عارفاه. لما جيت عملت كتب، وثقت الكتب برقم اصدار بتسلسل باصدار بمصادر للمعلومه، ما قلتش حاجه، ما فيش حاجه انا قلتها غير معلومه، غير وقلت المصدر بتاعها ايه. لكن انت بتدي كورسات دلوقتي، هل الكورسات اللي انت بتديها دي انت واخد ليها ترخيص؟ مش هطول كتير عشان انت راغي كتير هنا اهو. انت دلوقتي قلت لي لو انت راجل نصا كده، لو انت راجل بشنبات تعالى هات جول، وانا قلت في اول الفيديو ان هجيب هاتريك. انا الفيديوهات اللي موجوده غلطات من عندك، غلطات كتيره قوي، يعني دلوقتي الفيديو داخل في ساعه وربع، فمش هينفع ان انا يعني اطول اكتر من كده، فاخد 5 دقايق بس اقول كده الخلاصه. انت قلت تاني لو انت راجل بشنبات هات جون، لا انا هقول لك هاتريك زي ما انا قلت. اول حاجه انا معايا الفيديوهات بتاعتك اللي انت، دي الصفحه اللي انا عاملها لك اهي، كلها الفيديوهات بتاعتك. انت دلوقتي جيت واعلنت على الفيس ان انت هتعمل كورسات مجانيه، واعلنت بالفيديوهات، والفيديوهات موجوده عشان حتى لو مسحتها الفيديوهات موجوده عندي، ان انت بتطالب الناس بصور البطايق يبعتوها لك. هل انت عارف ان دلوقتي قطاع التدريب وانا واحد منهم اتوقفت 6 شهور عشان اجيب موافقه امنيه؟ انت عارف ان اي تجمع ده لازم موافقه امنيه وفيها قضيه امن دوله؟ عارف ده ولا مش عارف؟ هتجيب الناس في المحل، هتجيبهم في الجراج زي اخر فيديو انت عامله، هتجيبهم تحت الارض. انت عامل فيديوهات بتجمع ناس وبتجمع صور بطايق، ايه حجتك القانونيه ان انت تاخد تقول لحد هات صوره بطاقتك؟ انت بتنتحل صفه. لو انا ماشي في الشارع واحد قال لي بطاقتك، انا من حقي اقول له كارنيها. هل هو من حقه يعني ليه صفه ان اطلع له البطاقه ولا لا؟ انا دلوقتي في المركز عندي بجمع صور البطايق والناس قاعده معايا وشايفه، لان انا عندي موافقه امنيه ان انا اجمع ناس. ومن ضمن الحاجات اللي انا مكلف بيها ان الناس اللي موجوده معايا يبقى صور بطاقتهم موجوده وانا قاعد، يعني انا قاعد معايا مجموعه صور بطاقتي معايا، لان ممكن اي حد يجي يقول لك انتوا جماعه ارهابيه، انت بتجمع ناس باي صفه، هطلع البطاقه واطلع الترخيص واطلع السجل التجاري والبطاقه الضريبيه، ما حدش يعمل لي حاجه لان معايا موافقه امنيه بكده. انت بقى معاك موافقه امنيه؟ ادي اول جون فيك يا حكيم. الجون الثاني، انت طالع وبتقول في التعليقات ان انت بتعمل القرص ب 5000. نجيب كده التعليقات بتاعته. ده كان كورس غاز 3 محاضرات ب 1500 جنيه. في فين؟ في حاجة كنت أنت بتتكلم فيها في تعليق، تكلفة الكورس كام؟ أهو. واحد كان بيسألك، محمد أحمد كان بيسألك عاملة كام يا هندسة؟ كان كورس غسالات، أنت قلت له 5000. ف 5000 أنت بتجمع في المجموع 10، يعني 50000 في الكورس. ماشي؟ هل أنت التعليق اللي هو قايل عليه 5، ماشي؟ هو تجميع، ماشي؟ انت بتجمع في الكورس 10 ومتصورين، والناس اللي انت سحبت منهم البطايق متصورين عندي باسمائهم باللي انت بالقرعه اللي انت كنت عملتها. انت دلوقتي حسبت الحكومه على ضرايب ال 50000؟ سواء كنت عامل بطاقه ضريبيه وسجل تجاري مركز صيانه، طبعا افريقيا ادريك لسه هجيب قراره، هل ليه اوراق ولا ملوش؟ هل ليه التامينات وليه ضرايب ولا ملوش؟ انا لسه هجيبها بس ما كنتش فاضي، كنت بعمل مؤسسه. ماشي؟ هل انت دلوقتي بلغت الضرايب بالكورسات اللي انت عملتها؟ امبارح في التلفزيون كانوا منزلين رقم تهرب ضريبي.
تبلغ عن اي واحد متهرب ضريبي. صفحتك، بوستاتك، تعليقاتك انا محتفظ بيها. انا مقعدلك كده كم واحد لان انا مش فاضي. انت شايفني فاضي مفيش مشكله، اعتبر ان انا مقعدلك كم واحد كده اهو حابينك كده في الله، متابعين صفحتك، متابعين الصفحات بتاعت الناس اللي انتوا عاملين بيها حظر. هل انت بلغت الضرايب؟ انت في لقاء مع المهندسين المحترمين. ازيكم يا جماعه؟ ورقه الورق محترمه جدا. كم مع الشيخ مصطفى واستاذ محمد عبد الصمد. طلعت في الفيديو على قناه الورشه وعندكم قلت انا بعمل كورس مجاني وبعمل كورس بفلوس. ده اعتراف منك. انت دلوقتي عامل كورسين تبريد مجاني، يعني انت عملت على الاقل كورسين تبريد ب 100,000، دفعت الضرايب بتاعتهم، الاقرار الضريبي اللي ينتهي في شهر 4، قدمت الاقرار الضريبي بالكورسات اللي انت عملتها. كده كام جون دلوقتي؟ الامن والضرايب. الحاجه الثالثه، هل انت معاك ترخيص ان انت تدي كورسات؟ هل انت مؤهل علميا ان انت تدي كورسات؟ طبعا الفيديوهات اللي فيها غلطات كتيره كتير قوي معايا، كل ما افتح فيديو الاقي فيه حاجات غلط. هل دلوقتي الشيخ مصطفى وهو راجل نحسبه على خير، ما اتقابلتش معاه لكن شفت بعض الفيديوهات ليه، راجل ما شاء الله فاهم، هل هو كان عارف العك بتاع حكيم ابو غزاله في الشرح، ولا هو كان قاعد معاه زي ما انا كنت سنين كتيره كنت مخدوع في حكيم ابو غزاله وعارف ان هو فاهم؟ هل استاذ محمد عبد الصمد وهو مدرس تكييف وتبريد وكان مدير مدرسه، ها هل هو بيقرر العك اللي هم في الفيديوهات اللي انا قلتها؟ انا بقى عايز رد منهم شخصيا، من الاثنين الشخصيه المحترمه ده. طبعا هم نزلوا الفيديو ده بعد ما انا كنت عامل حاله على الفيس ورحت منزل الورقه دي. ده صوره الجواب من نيابه اللي كنت موجه ان انا الفيديو اروح اسلمه للاستدلال على اللي طبعا حكيم ابو غزاله ما كانش معروف مين حكيم ابو غزاله، ولا معروف عنوان، ولا معروف حاجه. فلما عملت المحضر، المحضر اتحفظ لان مفيش استدلالات مين الشخص ده. فرحت عملت تظلم للمحامي العام، والمحامي العام امر بفتح المحضر وعمل تحريات عن مين صاحب الفيديو، وطبعا ده سهل قوي ان هو يجي، وعمل تحريات عن اذا كان الفيديو صح او لا. وانا حطيت الفيديو على سي دي ورحت سلمته في الجهه المختصه للفحص. كنت عامل حسابي ومأجل على ان الموضوع هياخد وقت قليل، لكن الموضوع كدور وكحاجات حكومية واجراءات ممكن ياخد 3-4 أشهر، 5 أشهر، ممكن سنة. انا ما عنديش مشكلة، في المحامين بيتابعوا ومن وقت للتاني بروح اشوف الحاجة بنفسي، ما عنديش اي مشكلة. فالهاتريك ان شاء الله هيجي فيه كتير. طبعا في فيديوهات كتير قوي حاجات غلط. الشيخ مصطفى الدكتور عباس واستاذ محمد عبد الصمد لمحوا في الفيديو مشكورين ان هم اي تشاحنات او اي حاجات بين اشخاص المفروض ان احنا على الفيس، المفروض ان احنا نسيبها، والمفروض ان احنا ما نتكلمش فيها، ولو انت مش عايز ان الشخص ده بيغلط او بيقول غلط او الكلام ده كله اعمل له حظر وخلاص ما تشوفوش والكلام ده كله. كلامكم على عيني وعلى راسي لولا الاساءه اللي هو قالها. منتظر ينهي الحوار ده كله، منتظر من حكيم ابو غزاله ان هو ينزل فيديو صريح باسمي باعتذار. غير كده الهاتريك انت مش قدهم، والكل عارف ان لما بنزل فيديو ما بمسحوش، الكل عارف ان انا بقول كلمه لو فيها رقبتي مش هرجع فيها. انت يعني انا دلوقتي احنا في الفيديو اللي احنا كنا عملناه لسه ناقص فيه بتاع 7-8 دقايق، هو قاعد 16 دقيقة بيشتمني، بس انا خلاص مش قادر اطول الفيديو اكتر من كده. وفي نفس الوقت في فيديوهات بلاوي لي تاني، بس انا مش هنفع ان اتكلم عليها. انا دلوقتي للناس اللي بتسمعني او للناس، انا اديت نصيحة لوجه الله ان حكيم ابو غزالة الشرح النظري بتاعه غلط.
وفي نفس الوقت بقول لك تاني يا حكيم، تعتبره نصيحة، تعتبره تهديد، أنا ما عنديش مشكلة. قدامك أسبوع، وفي خلال الأسبوع الفيديو ده أنا بصوره النهاردة، النهاردة الخميس، كام؟ كام في الشهر؟ 2/2. بس أنا على ما نزله والكلام ده كله ممكن أنزله على يوم الحد أو الاثنين، مش عارف يعني، على حسب بس ما افضى وارفعه كده واشوف اذا كان هعمل له مونتاج ولا انا اصلا ما عملش مونتاج، بنزل حاجه زي ما هي. فممكن في خلال يومين ثلاثه ان شاء الله هنزله. من بعد نشر الفيديو قدامك اسبوع يا حكيم، لو ما نزلتش اعتذار رسمي باسمي، ها، هبلغ في الثلاث جهات بتوعك وانت مش قدهم. نزلت اعتذار، انا بقول اهو وبقول قدام الناس، هعتبر ان انا لا شفتك، بس مش همسح الفيديو، مش بس الكلام يقول امسح الفيديو، الفيديو اللي الكلمه اللي بتطلع ما بترجعش، الفيديو مش هيتمسح. هبلغ فيك في امن الدوله بالفيديوهات، هبلغ فيك في الضرايب، هبلغ فيك في قطاع التدريب، ونتقابل ونشوف المكان اللي انت بتدي فيه هل مرخص ولا مش مرخص. كفايه كده، يلا سلام عليكم.